واحد بيقول سألت سؤالا والامرأة لم أعرف أن أرد عليه، وهو لماذا يهاجم جورج حبيب الكنيسة وقداستكم في وسائل الإعلام المختلفة، وما الذي ذكره بهذا الآن؟ هو جورج متضايق ان احنا منعناه من التعليم في الكليات الاكليريكية سنة 83 بعد المقالة اللي نشرها في مجلة الهدى، فتضايق. صحيح راح درس بره في الخارج، لكن الاكلة السمينة هي كنيسة طي. يروح في الخارج يلاقي طلبة عبارة عن 10-15 بالكتير، واللي يفهم الكلام واللي ما يفهموش. هنا في الكنيسة القبطية يلاقي المئات والالاف، فدي دي الحتة السمين اللي يأكل. ولذلك انا في الحديث بتاع امبارح قلت راجل سابنا بالسي في بتاعه بيقول ساب الكنيسة القبطية سنة 84، يعني سابنا بقاله 23 سنة، ايه اللي جابه لينا تاني؟ دخل بأي صفة؟ يقول ما حكمونيش، هنحكم واحد مش عندنا؟ اجيب انا واحد بروتستانتي احكمه؟ ولا راجل ساب الكنيسة من سنة 84، يعني بقاله 23 سنة، بأي صفة؟ فهو متضايق مني. ليه بيهاجمنا؟ لأننا منعناه، بس مش السبب إحنا منعناه، السبب تعليمه الخاطئ هو السبب في منعه. ما إحنا بنتمنى واحد يعلم تعليم كويس وبندور بالعافية عشان نلاقي واحد، وإذا لقينا إنسان بيعلم تعليم سليم نحرص عليه كل الحرص. لكن هو اللي جاب لنفسه، فمتضايق ازاي منعناه.